كارثة كارثة هذه. فيا خالتي الله يفتح عليكم، هبطوا إلا بعض الأمور هكذا يعني تحتاج إلى تفصيل إن شاء الله نفصلها. اللي كان قادر فيكم يهبط البلاد يهبط البلاد، ما يقعدش معه ولا الكفار ولا الكفار الخنز هذوك، الكفار ذوك الناتسين هذوك. وزيد اللي شعل فيه النار كيقولوا لهم اونطري شيفو صال عرب. انا هنا نحسيت بها، انا هنا شعلت فيه النار كيقولوا لهم هذه الكلمه، خاصه هذوك المتطرفين اليمين المتطرف هذاك يقول لهم اوه للزرا اونطري شيفو روحوا لبلادكم ما سحقوكم. انني هنا هي بعيده 700 كيلو ولا 800، انا هنا تشعل فيه النار على جلال الكلمه ونغير عليكم، والله من حب يقال لكم هذا الكلام، فكيف ترضون به وانتم تعيشون في تلك البلاد؟ لو كان نحلوا النقاش في هذا الموضوع ما تفراش. فخاوتي اللي راكوا في البلاد الغربيه هذه باش ما تضيعوش في متاهات تلك البلاد، جددوا ايمانكم بالله، جدوا الايمان، وهي الاسباب نتاع ولا الوسائل هي كثيرة، كتبتها أنا من كتب العلماء. أنا ذكرت لكم وسيلة واحدة، وحتى اللي راكم في أرض الجزائر هذه الطيبة المباركة، البلاد هذه الطيبة المباركة، جددوا إيمانكم بالله، انظر في إيمانك حتى لا تنحرف، لا تزيغ، حتى لا تضل، حتى لا تعصي الله، جدد إيمانك، انظر في إيمانك، حياة قلبك بإيمانك. فعد إلى مولاك وإلى رشدك وصحح الإيمان، وتعالوا نؤمن بربنا ساعة. وقال حبب إليهم الإيمان، اللهم حبب لنا الإيمان. قال وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. بهذا القدر نكتفي، وللحديث تتمة وبقية إن شاء الله. سائلا الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية، اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الحد احنا عندنا موعد ياك بين المغرب والعشاء، ما تجوش، كاين الملتقى الدولي منظماته واحد الجمعية في غردايا، ملتقى الدولي للقرآن الكريم، والإخوة ارتأوا، هما ارتأوا وجهوا لي دعوة، نروح نحضر معاهم إن شاء الله ونعاود نرجع بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا يوم الأحد خلي نهار الحد